كرة هتتلعب محمود عبد الحكيم يسجل اول الاهداف. الكرات الثابتة وتأثيرها والتعامل معها والتوفيق وعدم التوفيق، محمود عبد الحكيم يتعامل معها ويروح معها التوفيق وتروح الكرة زي ما هو عايز وتهز الشباك ويسجل اول الاهداف النادي المصري البورسعيدي. واحد لا شيء، محمود عبد الحكيم للنادي المصري في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول. محمود عبد الحكيم القادم من صفوف بتروجيت للنادي المصري، لاعب المهاري لسه بنتكلم عليه، هو كابتن منتخب مصر كرة كرة الصلاة أو كرة خماسية مرة واثنين وثلاثة بنشوفها، مواليد 12 أبريل 78، لاعب يمتاز.